لن أطيل عليكم مشتركينا الكرام، بس في نقطة واحدة، فقط واحدة بذكركم فيها. في نهاية هذه المرحلة في واحد بيودعنا. متفقين؟ وخير ما نبدأ به هو أول المتأهلين. الزر قال لي تكفى، أبدأ بعلي. بسم الله، جاهز يا علي؟ وكن عرف. السؤال الأول العلي، من أسمائه الفيصل المهند الصارم. سيف. السيف، أحسنت، إجابة صحيحة. السؤال الثاني، ما المحيط الذي كان يسميه العرب بحر الظلمات؟ الأطلسي أو الأطلنطي. برافو عليك، المحيط الأطلسي، إجابة صحيحة. خطوتين للأمام، ما شاء الله، إجابتين صحيحة لحد الآن. السؤال التالي، من الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة؟ الصحابي الجليل أبو الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أحسنت، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بسم الله ما شاء الله. سؤال الرابع، اللاعب الذي أضاع ركلة الترجيح الأخيرة في كأس العالم 94. واضح انه مالك بالكرة. باجو. صح، برافو عليك روبرتو باجو، احسنت. اربع اجابات صحيحة، ما شاء الله تبارك الله. السؤال الخامس، شاعر عرف بكنيته، اسمه حبيب بن اوس الطائي. يلا الوقت. الوقت. ها؟ حبيب بن اوس الطائي العشام؟ لا، هو جرير، ولكن سمعت قلت جرير، هو ابو تمام. اربع اجابات صحيحه، صحيح انه ما صار تمام الاجابات الصحيحه الخمسه، لكن برافو عليك، اربع اجابات صحيحه، وعيني عليك بارده عشان لا يقولون اني معطيك صاروخ ارض جو. امورك طيبه بسم الله ما شاء الله يا علي. والله يا علي انت رفعت سقف التحدي فوق. جزاك الله خير.